قضاء الدجيل بوابة صلاح الدين الجنوبية يفتقر لجميع الخدمات الصحية في ظل الظروف الراهنة. القضاء الذي يسكنه ما يزيد عن 120,000 نسمة لا يحتوي على مكان مخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا أو مستشفى تخصصي لتلقي العلاج، ما أدى إلى ارتفاع خطير في معدل نسب الوفيات بين المصابين في القضاء، حيث تم تسجيل 5 وفيات خلال 24 ساعة. لعدم وجود مركز عزل ولا حجر صحي في هذه المدينة التي تعرضت في الفترة الأخيرة لإصابات كثيرة بهذا الفيروس، وحدثت وفيات خلال هذا الأسبوع الأخير، 5 وفيات في المدينة لا يوجد فيها مركز حجر ولا توجد فيها مستشفى لعلاج هذا الفيروس، وتفتقر لأبسط مقومات أوليات هذا الفيروس، حتى المسحات الموجودة الخاصة بالفيروس لا توجد في هذه المدينة. مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا، أهالي المدينة وشبابها وشيابها ونسائها وأطفالها يستغيثون ويطالبون بأبسط حقوقهم، وهو توفير مستشفى للحجر ومستشفى للعلاج أسوة بباقي الأقضية وباقي مناطق محافظات العراق. معاناة القضاء تزداد سوءا مع تسجيل معدل مرتفع بالإصابات، ما دفع الأهالي إلى فتح باب التبرع لإنشاء مكان مخصص لعزل مصابي مرضى كورونا بدلا من الحجر المنزلي للمصابين. لوجود حجر صحي في القضاء اضطر خلية الأزمة في القضاء بتطوع من المواطنين في فتح حجر في مدرسة الإمام الصادق الذي يسع 30 سرير، وتم تجهيزه من قبل المواطنين وتبرع في الأجهزة كافة. مستشفى ما عندنا، وطالبنا أكثر من مرة الجهات المختصة بالتدخل وما حد جاي يتدخل ولا حد يستجيب لنا. الناس جاي تموت هسه حاليا ببيوتها. ارتفاع معدل الوفيات، يعني هذا صار يوما خلال 24 ساعة الماضية احنا عندنا 5 وفيات بقضاء الدجيل. خدمات طبية تكاد تكون معدومة في قضاء الدجيل، ما أثار امتعاضا واضحا في الشارع الدجيلي وسط مطالبات شعبية بإيجاد الحلول السريعة لمواجهة انتشار الوباء. أنمار الشمر، العراقي الإخبارية، صلاح الدين.